سامي زيك نقدمو لكم اليوم حمو خالد القلي مع مصطفى خفراي في خطر كرام محمد بن بعود وفي خطر الناصر وفي خطر عرب الغابة ومدية لكم من عند محمد بن بعود. سادي خاطري يبقى عليك يا لالا ولا بغيت نعرفك يا مين شوفني حد ري عينيك يا لما تسدني جرانج وتصورك مازال من سوسينا يا مالاك ولا بغيت نعرف يا مين شوفيني حضري عينيك لا تسدي خاطري يبقى عليك يا مالاك ولا بغيت نعرف يا مين شوفيني طرحي عينيك في خاطرك الشيخ العيد من غيلة اسبانيا او في خاطر خيك عبد الخالق يا لياك جبت معاك ربع سنين يا ملاك ولا بغيت نعرف يا مين شوفني طرحي عينيك لا ما تسدي خاطري يبقى عليك يا ملاك ولا بغيت نعرف يا مين شوفني هودي عينيك في خاطرك مصطفى خفراي واحمد الصغير والبعود ما زالت رجعي وياك نعقل قاع يا ملاك ولا بغيت نعرف يا مين شوفني حدري عينيك لا ما تسدي خاطري يبقى عليك يا ملاك ولا بغيت نعرف يا مين شوفني حدري عينيك في خاطرك حمو عبد الخالق وفي خاطر احمد الصغير والبعود وفي خاطر الجماعه يا تانا قلبك كبير ما على باليش يا ملاك ولا بغيت نعرف يا مين تشوفني حضري عينيك لا ما تسدي خاطري يبقى عليك يا ملاك ولا بغيت نعرف يا مين تشوفني حضري عينيك يا لا باي باي عليك هاد التالية ما يا ملاك ولا بغيت نعرف يا مين تشوفني حضري عينيك لا ما تسدي خاطري يبقى عليك يا ملاك ولا بغيت نعرف يا مين تشوفني حضري عينيك يا شلال يا البيجرة شابينا يا ملاك ولا بغيت نعرف يا مين تشوفني حضري عينيك يا ما سدي خاطري يبقى عليك يا ملاك ولا بغيت نعرف يا مين تشوفني حضري عينيك لا ما تسدني الجرانج قاع يا ملاك ولا بغيت نعرف يا مين تشوفني حضري عينيك لا ما تسدي خاطري يبقى عليك يا ملاك ولا بغيت نعرف يا مين تشوفني حضري عينيك
وتصورك مازال متسوسين يا لا لا.